مرحبا، أنا وإنتو بالموسم الثاني من برنامج إيقاع ونغم رح نكون عم نتعرف بكل حلقة على آلة موسيقية ونسمع صوتها ونكتشف الخصائص يلي بتتميز فيها. بحلقتنا اليوم رح نتعرف على آلة الأكورديون. نعرفت آلة الأكورديون سنة 1829 بالنمسا بالألحان الفولكلورية. بالبداية الأكورديون كان شكله مثل الصورة اللي رح نشوفها، كله زرار من الجهتين. بس أول أكورديون بيشبه البيانو بكبساته نوجد بإيطاليا، لأنه هيدي الآلة بتحتاج لضغط الهواء ليطلع صوتها، صنفت من آلات النفخ. أشهر عازف أكورديون بالغرب اسمه ريتشارد غاليانو، تميز بعزف ألحان باخ والفصول الأربعة لفيفالدي على هالآلة. أول من اخترع الأكورديون الشرقي، أي أضاف له ربع صوت، هو العازف فاروق سلامة بمصر. عرف فاروق سلامة من خلال فرقة أم كلثوم والسولو بأغنية مشهورة كتير اسمها سيرة الحب. اليوم رح نستضيف معنا بالحلقة عازف أكورديون موهوب كتير، وهو الأستاذ نبيه يزبك، رح يعرفنا أكتر على هالآلة. اليوم معنا آلة الأكورديون، آلة مؤلفة من جزئين أساسيين. الجزء الأول اللي بيشبه البيانو هو مؤلف من مفاتيح بيضة وصودة، والجزء الثاني اللي هو مؤلف من أزرار صودة، أزرار أكورات أو أزرار موالفة. وعنا هون بالوسط منفخ الهواء اللي بنستعمله بإيد الشمال كرمال نقدر نشغل الآلة. آلة الأكورديون تنحمل بواسطة القشط، وبإمكاننا العزف عليها على القاعد أو وقوفاً. من بعد ما استمتعنا بالعزف مع الأستاذ نبيه يزبك على آلة الأكورديون، هلأ بنوصل لختام حلقتنا، ومثل العادة في سؤال بآخر كل حلقة، وسؤالي إلكن اليوم: مين اخترع الأكورديون الشرقي؟ ناطرة مثل العادة أجوبتكن من خلال العناوين يلي عم تمرق أمامكن على الشاشة. بشوفكن بحلقة جديدة وآلة جديدة من برنامج إيقاع ونغم. باي.